وسبحان الله حينما جاء، وهذا أيضا تاريخه مضبوط، حينما جاء السيد الخميني إلى العراق بعد إخراجه من إيران في حينه على إتحاد، أعلنوا في الحوزة أنه سوف يبدأ درس المكاسب من كتاب البيع وليس المكاسب المحرمة، أي القسم الثاني من المكاسب. وأنا حضرت، وكان يدرس في مسجد الترك الذي هو يسمى مسجد الشيخ الأنصاري في سوق الهويس مع الشايخ شنو، ويتكلم بالفارسية طبعا، لم يتكلم عربي إطلاقا بالرغم من أنه بعض مؤلفاته عربية، وهو يعرف العربي ويفهم العربي وحسب فهمي يستطيع أن يدرس أن يتكلم بالعربية، ولكنه لم ولن يتكلم. لسه لماذا؟ الله أعلم، ربما أنه يخاف شيء من الخطأ الذي يخل بشأنه، والله العالم. يعني تفسير الاجتماعي كان هو هذا، وإلا لماذا لا يتكلم العربي؟ لا يتكلم. فكان يدرس بالشنو؟ بالفارسي، وأنا أكتب خلال الدرس باللغة العربية ترجمة، يعني أي وموجودة كتابتي الآن. وفي حينه أيضا مررنا في بحث ولاية الفقيه الموجود في المكاسب، وطبع أيضا له بعنوان الحكومة الإسلامية، طبع أولا باللغة الفارسية ثم ترجم وطبع باللغة العربية، وأنا عندي تقديرات كشيء فقه يعني من جملة كتابة المكاسب، وبقيت إلى آخره إلى أن قطع الدرس وذهب إلى فرنسا إلى أي حال.